اهلا وسهلا بيكم في حاجه جديده من اسكي برودكشنز. انا صلاح ومعايا خالد، اهلا وسهلا بيكم. والنهارده هنكلمكم عن اخر دي ال سي خالص لباتل فيلد 3 اند جيم طبعا. وهنتكلم الاول عن بريميوم، وهل احنا شايفين ان بريميوم كان ليه لازمه بما ان ولا ده لا. اخر دي سي نزل للعبه بقى، بحنا فعلا صوتوا اخر طيبين. دي ال سي. كل سنه طيبين. المهم انا رايي الشخصي عن بريميوم ان هو مش مستاهل كل الفلوس ده، هو حلو جدا بس اوفر دفعنا 50 برايسد. دولار في عامة، احنا دفعنا 50 دولار خدنا كونتنت كتير قوي، بس في الاخر الكونتنت ما استفدناش ما منه او استفدناش حاجة بيه زي كله، فاهم؟ اللي هو ممكن يكون في ناس اللي هم الهارد كور، هارد كور سوبر هارد كور باتل فيلد 3 فانز يكونوا شايفين ان المابس دي كلها حلوة، بس احنا الصراحة انا ما شفتش هو كده عامة. خالص. احنا لما بنيجي نبص لباتل فيس 3 بنبص للعبة اللي قبلها، بات كومبلي 2. بات كومبلي 2 احنا خدنا 2 دي ال سي للعبة، او 2 يعني مش 2 دي ال سي، يعني حاجات اللي المهم احنا اديشنز خدنا زيادة على مابس اللعبة. كتير وحاجات كتير. خدنا مابس اللي هي بتاعت الفي اي بي كود، كان اسمه في اي بي كود ساعتها، واللعبة التانية خالص اللي اسمها باتل فيلد بات كومبلي 2 فيتنام، دي كانت لعبة تانية خالص تماما. والاتنين دول ما يجيبوش فعامة نص، ما يجيبوش نص الاثنين بريميوم. دول من ناحية القيمة نفسها ما يجيبوش نص اللي احنا خدناه في بريميوم. البريميوم البريميوم صحيح احنا خدنا كذا دي ال سي على كذا، على وفيهم مابات أسلحة كتير على كامور على واسلحه وفيكلز جديده ودوك تاجز واساينمنتس وكاموز ومش عارف كاموفلاج للاسلحه وكاموفلاج لللبس نفسه. خدنا كونتنت كتير كبير جدا، بس الكونتنت ذات نفسه هولو حسب بقى، شويه. حسب بقى اللي انت يعني اللي مش عارف. احنا شغلنا الشخص ان يعني هو موضوع هو كونتنت حلو حلو، بس بس اوفر برايسد، 50 دولار اوفر برايسد فعلا. اوفر برايسد، كان اوفر برايسد فعلا. احنا طبعا ما رضيناش ناخد بقى حكم بقى من اول دي ال سي، احنا ما من احنا ما اول دي ال سي ينفعش واحنا حاسين ان احنا لبسنا في الحيط. لبسنا في الحيط، رمينا في، انا وصراحه شيرنا الكود مع بعض، بس الفكره من اول دي ال سي واحنا حاسين ان احنا في حاجه غلط. في حاجه غلط. تاني حاجة بقى المابس، ادينا بقى المابس. احنا بقى هنتكلم بقى عن اند جيم. اند جيم قدمت لنا اربع مابات: ديباندن فلاتس، كاسري رود، اوبريشن ريفر سايد، وسابلون بايب لاين. صراحه احنا اند جيم شايفين انها تعتبر احسن واحده فيهم وأحلى حاجة صراحه. إن المابس كل حاجة ليها إحساسها، فاهم؟ واحدة كل ما تلج، بليك واحدة زي فورست، واحدة زي صحراء، فاهم؟ الحوار ده ظريف يعني. الفكرة نفسها ان المابس فيها حتة ان احنا بنعرف نمشي على رجلينا، ونعرف نعرف نركب عربيات. نركب عربيات Unlike Armored Kill. unlike armor kill طبعا، اللي هي كانت يا فيك اللي تموت. سفر سفر، حتى بالفيكيز كانت سفر يعني. فالفكرة بقى نفسها ان المابس كانت حلوة جدا للحتة ديت، يعني كانت ظريفة. واكتر حاجة عجبتني انا شخصيا ان هم شالوا البلو تينت والجري تينت اللي كان موجود في المابس الاوريجينال، اللي هو تحس ان الجو لونه مزرق شويه او هو الكلام ده كده كان ضرب. موجود على بي سي ولا ده على الكونسول بس؟ هو على بي سي، لانه على بي سي بس عملوا انا ما مود شفتش، بس للعبه. انا ما صراحة ما لعبتش يعني بي سي، ما عنديش بريميوم فاحنا ما شفناش المناظر دي على لا البي هو سي. مثلا في مابس بريميوم او مش بريميوم كان في بلو تينت دوت، انا كنت بحس بيه بزياده يعني. حتى برضه اللون يعني تحس ان هو اللون الاوريجينال بتاع باتل فيلد هي دوت، الصراحة يعني شكلها حلو، يعني الصراحة شكلها هي حلو على كانت حلوه، الكونسول. بس انا حاسس ان من الالوان اللي هم عملوها في المابس انها حاجه قريبه شويه من الكالر، الوان الكالرفول شويه بتاعت بات كومبني 2 يعني. انا يمكن عشان بحب بات كومبني 2 اكتر فحسيت بالحته ديت، على عكس طبعا افتر ماس اللي كانت مع نقعه في شوربه عدس. فعلا انت بص انت كده جبتها بالظبط. اللي هي كلها اللون البني المغمق اصفر الاصفر بني كده. ما بكرهش قد اللون ده، وجعني باب كانت توجع العين. انا صراحه لعبت الجيم من كام يوم، دخلنا بالغلط رش في ماب اللي اسمها التالا ماركت تقريبا او حاجه زي كده. احنا لعبنا جيم حلو، بس الفكره عينيا وجعتني. انا قاعد طول الجيم ساعه في الدبابه وعينيا وجعتني من اللي انا كنت بشوفه دوت، يعني كانت وحشه جدا، يعني سبب ان انا كرهت افتر ماس اللون دوت. طبعا لقيت ان على عكس كده تماما في اسمها الاند جيم ان جيم، المابس ديزاين حتى الالوان بتاعتها جميله جدا. جيم مودز بقى، انت اديلي رايك بقى في الجيم مودز. هنتكلم اول حاجه نجيب بس الحاجات اللي ملهاش معنى او اللي انا شايف يعني ملهاش معنى. اير سوبريوريتي، اير سوبريوريتي الصراحه
مش منظمه. يعني انت الاول هتخش تلاقي طيارات كلها داخله في بعض تقول ايوه تنظيم بقى ودوك فايتس، بعد كده هتلاقي انت مش فاهم انت فين، وواحد بيطير فوقك وواحد بيطير تحتك و20 واحد بيلوك عليك. ف بصراحه اديشن اير سيكيورتي اديشن ظريف يعني قشطه يعني فاهم. خلاص يعني عباره عن اديشن تغيير جو، فاهم اللي هو اللي عايز يغير جو شويه يخش يضحك جيتس في بعض. شخصيا ما اقدرش ادي رايي عنها لان انا حمار سواء الطيارات في باتل فيلد عامه سواء الهليكوبترز او الجيتس، فبصراحه ما اقدرش ادي رايي. بس حاسس انها ناس عينت اسمها ايه تانك سيكيورتي اللي كانت ما هي بالظبط هي فاهمه زي تانك سيكيورتي اللي هو ايه عايز تغير جو شويه، عايز تخش تضحك شويه او تحرق دمك. هي كونكوست هوائي زي ما كنت فعلا بقول. كونكوست هوائي الاناليسيس بتاع التريلرز اللي انا عملتها ان هي فعلا هي كونكوست هوائي. في بقى بوينت الواحد ما كانش فاهم الفلاج او البوينتس هتتكابشر ازاي. هي بتكابشر بسرعه والرينج، لا الرينج بقى بتاعها كبير، يعني انت بالجيت من على بعد مسافه حلوه بتبتدي تكابشر. مش غير جيم واحد اللي هو الجيم اللي احنا كنا عملنا له ابلود اللي احنا قعدنا دخلنا هبلنا ده وكده. دخلنا هبلنا بالغلط اصلا. انا ما لعبتش غير الجيم ده الصراحه يعني. طيب بعد كده بقى عندنا كابتشر ذا فلاج. طبعا الجيم مود جيم مود بتاع كابتشر ذا فلاج معروف ان هو كان موجود في باتل فيلد 2 وبعد كده رجعوه تاني بقى في ال شفناهوش في الكامباني خالص. كابتشر ذا فلاج انا كنت مفكر انها هتبقى عامله زي الجيمز التانيه بقى زي كول اوف ديوتي وهيلو والكلام دوت، لقيت ان في فكره بقى في روح باتل فيلد في الموضوع. الكابتشر يعني فكره ان الجيم مود فيه استراتيجيز كتير جدا انت ممكن تعملها. من اكتر الحاجات اللي عجبتني وكان التيم اللي ضدنا كان بيعملها ان العيال كانوا واخدين الفلاج جوه طياره وقفشني لو انت جدع بقى. كانت عجباني جدا الفكره ديت، لقيت ان في ناس عملت واخده فلاج يا مع دبابه. طبعا حوار الموتوسيكلات دوت اللي ادى حاجه جديده جدا، ادى حاجه كده شغل احلى تاتش كده في اند جيم. احلى تاتش فعلا موتوسيكلات. تركب انت واحد صباحك الموتوسيكل بقى انت صباح الباتل فيلد مومنتس بقى اللي انت ممكن تعملها في طول ما انتوا راكبين بقى الموتوسيكل بقى. احلى حاجه شفتها ان في ناس واحد يبقى قاعد ورا مثلا معاه سي 4 او معاه ار بي جي يعدي من جنب دبابه او اي فيكن ارمي ففكره نفسها الاديشن ظريفه جدا واديشن حلوه جدا للماب. طبعا زي ما قلت ان في برضو فيكلز جديده زي اسمها الفيكل اللي ايه الهامر عربية الهامفي اللي شايله روكت لانشر وشايله سام سايت وروكت لانشر. صراحه هي اديشن برضو ظريفه بس ما كانتش خارقه قوي يعني. هي مش اوفر باورد بس هي حلوه عشان تغطت على الطيارات. هي بتغطت على الطيارات جامد لكن اللي لو قلبت بقى على اللي هو السلاح التاني اللي هو السكند ويبن انت بتضرب ثلاث صواريخ طلقه في كليك كده واحده وبتقعد تلت ساعه عشان تلود الصواريخ تاني. فالعمليه كانت وبعد كده رب يا مسهل يا رب اجري اجري. عايزين كمان نتكلم عن رش عشان رش المره دي تتلعب. رش المره دي احنا كنا في بات كومبي 2 كنا بنعشق رش وبنكره كونكوست. جت بقى باتل فيلد 3 سبحان الله جت باتل فيلد 3 عكست الايه. الفكره ان احنا رش يعني فعلا انا ما بقتش بلعب غير رش. انا لعبت كابتشرز فلاج شويه بس المين مود بتاعي في اند جيم هو رش. لقيت ان في فكره يعني كان في باتل فيلد 3 كان في عيب ان هو بيجبرك انك تتحرك من المنطقه اللي انت فيها تخش على المنطقه اللي بعدها. يعني احنا كنا في بات كومبي 2 كنا بنقعد مثلا في البيس بتاعنا بعد ما بناخده نقعد سنايب البيس اللي بعدينا وبيزين كمان قدام او بيزين كمان قدام. ففكره ان انا لقيت ان في الماب بتاعت اوبريشن ريفر سايد الحته دي موجوده و بقى مستمتع جدا. فكرة ان الماب مفتوحه فاهم الماب مفتوحه بحيث انك الماب مفتوحه بس مش بغباوه مش بغباوه فعلا. وفي اماكن كتير انك انت تعرف تسنايب يعني اوبريشن ريفر سايد وكاسل ريلود عشان فيهم زي هيلز كتير ممكن تستخبى فيهم وكده. وفي اماكن كتير جدا ممكن تستخبى فعلا من احسن المابس اللي انا شفتها لحد دلوقتي في باتل فيلد عموما يعني الاثنين دول بالذات. وفي ماب اللي اسمها سابل بايب لاين اللي هي التلج ديت برضه نفس الاحساس بس الواحد قديمة. حتى بيخشها بيفتكر كده باد كومباني على طول احساس نوستالجيا كده اول ما بشوفها كده والله ما كنت فاكر المابس كانت اسمها ايه في باد كومباني كانت ولا انا كان في مابتين انا حافظ اساميهم بس مش عارف يعني واحده. المهم الفكره ان الماب برضو فيها نفس الاحساس والكلام دوت يعني عندنا بقى ايه تاني انصح
انصح اي حد هو يجي يلعب اللعبه يلعب الان جيم جرب رش يجرب يلعب رش، لان كابتشر رش ذا فعلا فلاج. جميله جدا. انا عارف ان في ناس ممكن تكون بتلعب عاجبها رش من اول اللعبه، بس انا مش شايف فيها نفس الاحساس انا خدته في باتل كامري، اه اللي فاهم. هو انا ابقى حر ابقى اي مكان انا موجود فيه في الماب. لكن رش على سبيل المثال كانت في اوبريشن مترو، اه انت كان الجنينه اللي بره لازم خلص خش، تدخل جوه. لازم تخش جوه المترو، خلصت الدور الاولاني لازم تطلع فوق، خلصت الدور فوقاني لازم تطلع بره المترو. مش عاجبني كانت الكلام رخمة دوت، شوية. مش عاجبني الكلام دوت خالص. انما ان جيم انا انصح اي حد ان هو يجرب رش فيها لو هو متضايق من رش عامه في باتل فيلد 3. هي عامه الوحيدة، الفرصة الوحيدة اللي ممكن يعني تحاول تستمتع بيها في رش. هي ممتازه جدا عامه زي ما انتم شايفين. انا ان جيم يعني لو حد يشتريها لوحدها اه فعلا تستاهل الفلوس، فعلا تستاهل الفلوس. تستاهل فلوس. انا في مش حاجة عاجب كمان البلان نسينا نقولها، ايه، بتاعت الدبابة، الدبابة اللي ممكن ترميها من الاير دروب شيب دي. انت احكي لهم الموقف اللي انت كان حصل اه لك. بصوا، انا كنت قاعد في دبابة، قاعد بهبل، مش فاكر والله الماب كان اسمها ايه، بتاعت عبارة عن فويس دي. المهم انا قاعد وخد هيسبون عليا وبتاع، وبعدين اذا فجأة لقيت دبابة نازلة من السماء ورايا وقاعدة مين تضرب اللي فيا. نزل ده؟ دبابة؟ انا طبعا بالظبط. قعدت اسب ولا عنه، بس هو فكرة الدروب شيب احنا شفناها في ارمور كيل، انك بس ما ترد كانتش بتنزل باراشوت دبابات، بس. اه باراشوت بس. بتنزل بني ادمين. الفكرة بقى ان في ان هنا فكرة تنزيل الدبابة دي هم ظابطينها، هو يعني عملها مش كويس، هتلاقي طول عملها الوقت ان كويس. انت مش بتبطل دبابات. يعني انت فعلا ممكن في الجيم تنزل دبابة او دبابتين بالكتير قوي. الصراحة هي فكرة ظريفة وحلوة جدا. يعني عامة احنا شايفين ان اند جيم تعتبر احسن دي ال سي، الدي ال سي الوحيد الحلو نزل باتل فيلد 3 للاسف. يعني وعامة مابس ده الدي رأينا يا جدعان، احنا مش بنهيت على اللعبة، بنهيت على البريميوم سعره سلاش فايدته. اه يعني انت دفعت ايه واخدت ايه منه؟ الفايدة الوحيدة اللي انا خدتها من البريميوم الاسلحة ما الصراحة. هو يعني فعلا أسلحة على انا شايف دلع ان الباتش كاموز. الاخراني، الباتش الاخراني نزل للعبة عشان الاوبي كان بيجهز لان جيم، صلح حاجات في الانجينير كلاس انجينير اه وخصوصا الاسلحه اللي هي بتاعت الاسلحه البريميوم بتاعت أسلحة. البريميوم. يعني انا عجبني جدا للناس اللي بقى عندها بريميوم في اللي هو السلاح اللي هو المفروض اسمه ام بي 5، بس هو اللي هو اسمه الجي 5 3 او جي 3 جي 5 او 5 3 او جي 3 5. حاجة السلاح كده. ده حلو جدا، كان في الاول كانش ليه لازمه، كان بيترقص في فاهم. ايدك مش بيعمل ريكويل، دلوقتي بقى حلو جدا وممكن اي حد يستخدمه. انا كنت شوف انت بلعب بيها السيت اب، عامة. جرب السيت ابس بتاعتك، شوف انت السيت اب اللي انت بتحبها هتلاقي السلاح حلو جدا. والكيو بي زي اللي هو السلاح الصيني دوت يا برضو عم ده كان حرام عليك، حلو، ده طول عمره حلو الصراحة يعني. بس الباتش الاخراني بوظه. يعني هم عدلوه في الباتش دوت، لا او تاني بقى حلو جدا. بس الناس لما تيجي تجربه انصحكم انكم انتوا تضربش تكه تكه، انت ان هو بيعمل استابلايز لنفسه بعد ما بتضرب نار كتير، طار كبير. ثبت نفسه بعد طلق كتير. عامة يعني احنا اللي عاوزين احنا نقوله بالنسبة شايفينه يعني رأينا، للان جيم وبالنسبة للبريميوم عامة، فاللي ما عندوش بريميوم وعايز يجيب بريميوم مع انك متأخر قوي، نصيحة شوف المابس احسن، يعني شوف هل انت هتستفيد بيهم وجيبهم بالظبط. واحدة واحدة، ما تجيبش البريميوم كله. يعني ارمور كيل فاكس، ارمورد كيل فاكس، كلوز كوارترز، كوارترز فاكس، ممكن ماب كوارترز انا مابتين مش عارف ايه، ممكن تكون بالنسبة لنا فاكس، بس الفكرة انه مش جو باتل فيلد. يعني انا ممكن، اروح في العب ناس تحب حوار الكلوز كوارترز كله شوت جانز و كول اوف ديوتي احسن ما العب كلوز كوارترز بصراحه، ده بالنسبه لي انا. يعني الصراحه افتر ماس لو انت عينك هتستحمل شوربه العدس اللي انت هتشوفها قدامك دي جيبها. بس بصراحة سكافنجر كانت فكرة لطيفة، سكافنجر كانت ممكن ما صراحه انا قلت يعني لطيفة ما قلتش حلوة، قلت لطيفة، في فرق. طبعا احنا كنا نتمنى ان هما ينزلونا الديناصور مود. اه طبعا احنا عارفين الايستر ايجز اللي نزلت اللعبه اللي في الدي ال سيز عامه، ضحكوا علينا. مش عارف ممكن يفاجئونا بقى قبل ما باتل فيل 4 تنزل مثلا او حاجه زي كده، او ينزلوها في باتل فيل 4. ده احنا باتل فيل 4 عايزه ديسكشن لوحدها من قبل ما تنزل كمان، مع يعني الاستعجال ده. باتل فيل 4 يعني النهارده نزلوا لها او الرومرد كفر. والله انا مش عارف هل هو ده الكفر بتاع اللعبه ولا هو لا، بص، بس لو كان حتى لو رومرد اللي عامله فنان اللي عامله فنان، يعني عارف الصراحة. انه يجيب
سيم الاسنس كده بتاع باتل فيلد اساس بتاعت بتاع باتل فيلد. بس مش عارف، انا حاسس ان لو طلع الكلام، لو طلع الكفر ده بجد، انا بتهيأ لي ان هم هتبقى باتل فيلد 4 مش مختلفه حاجه عن باتل فيلد 3 الا شويه ابجريدد جرافيكس، وانا في الحاله دي ما عنديش بانه يعني. هنشوف ان لو غيرت، لو ما غيرت الاس، لو غيرت الاسس بتاعت يعني الاسس بتاعت باتل فيلد 3 ما تتغيرش يعني، واختلاف الجو عامه انت بتشوف. بس ايه، تكون عجبكم الفيديو، لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك شير وسبسكرايب كالعاده، وتقولوا رايكم في الكومنتس. ليش قولنا، قولنا رايكم انتم، هل فعلا بريميوم دي استفدتوا بيها ولا ما استفدتوش بيها زي ما احنا رايكم قلنا ما في الجيم، استفدتوش. واي حد جرب سيت ابس للاسلحه يقول لنا عليها. انا ممكن باذن الله بفكر اعمل زي ريفيوز كده للجايدز، او جايدز للاسلحه بتاعت الفيلد، في حاجات كده عجبتني جدا عاوز اتكلم عنها. بس شلاو شلاو.